يا حبيبة قلب النيل بشمسها الهلة بنورها، واللي غوت لوعك يا نخيل هيدوق وينعم بتمرها. قالوا الجمل طلع النخلة، قلت الجميل طالع قبلي. قلب الغلابة ولا بيخلق ولا طول شقة بيأثر فيه، هي المنى اسمه حال وقلبها ما بيعرف خوف. ست بمقام الرجالة ما يهمهاش من أي ظروف. ازيك يا ست منى؟ أهلا مرحبا. قعدتك جميلة ومكانك جميل يشرح. لا حلوة، هي الحتة حلوة، كل اللي يجي يعني بيرتاح فيها. كل اللي بيجي بيرتاح هنا؟ أيوة. وانت بتطلعي النخلة ده مرتاحة وانت بتطلعي النخلة ده؟ احنا ما نطلع بس عشان يعني هي الظروف اللي خلتنا حكمتنا خلينا نطلع النخلة. اللي طالع النخل ده بيعمل ايه؟ طالع يعمل ايه؟ لا بي يعني تلقيح النخلة، وبعد كده في يعني بعد ما تطلع البلح بي تلقيح عشان في نخلة ذكر ونخلة انتاية. ما هو الذكر ما ناخد منه ما تلقيح منه. ايوه. ما هو الذكر ده بتطلع الكوز وتلقيح تجب النخلة كده وتحطيه في الـ في الـ في الصباطة نفسها. يعني انت بتعملي مكان النحلة في الورد. ايوه. كأنك نحلة. كل حاجة. وغير التلقيح ايه تاني؟ يعني بعد ما نخلص التلقيح مثلا معانا نخلة عايزين نذبها نشلحها تعمليها يعني بعد موسم البلح ده كله. يعني احنا دلوقتي يعني مثلا بتقعد هو مش عارف بيقعد كم شهر كده لما يجي البلح. والتقليم؟ ما احنا شغالين دلوقتي حاليا التقليم، بعد كده بعد التقليم الطري، بعد الطري تستنى البلح. يعني ايه الطري؟ الطري يعني بتقرب الصباط عليك بتتني كده زي المنجل وتقربيها عليك كده وتربطيها بالحبل. تعملي ان لما البلح يطلع تبقى متهدله كده على هو. وحاليا هو دلوقتي هو وسيس صغير دول عشان الصباطه لما بتطول بتنشى، لكن لما تكون طريبه تعرف تاخديها على يدك وتثنيها. طب وفي غير موسم البلح بتعملي ايه؟ انا شغاله يعني بروح عند صبر يعني بتاع طماطم بتاع فكهان ببيع طماطم وشطه وكل حاجه يعني. اه بتبيعي كله؟ ايوه يعني بدل ما نقعد بطلين. طب واحنا اساسا احنا 8، طب مين هيوكلهم؟ وانا اللي بصرف عليهم. انا سمعت انك حتى اتعلمتي تدفني. ايوه. لا انا بكحت معاهم مش مثلا، انا اكحت معاهم مقابر بس ما تفنش. تحفري القبر؟ ايوه بس ما اعملش حاجه. طب انت مستعفيه روحك ليه يا ست؟ لا ما هو بصي تعملي سواهم. مين اللي علمك الصنعه الصعبه دي؟ والله هي الدنيا هي علمتني الحالة. لوحده؟ لحالي. انا قعدت الاول لما اول ما كنت اطلع ما كانش كنت اطلع بمطلع، كنت اطلع على كده، كنت اطلع يعني مطلع اللي هو الحبل ده. ده كنت بتطلعي كده؟ انا كنت بطلع على الغيط دلوقتي يعني عاوزه حبيت يعني لما يكون معايا تلقيح بطلع على كده ما بطلعش بالمطلع. والتلقيح في الشواله وبالجرار ده نشد الشواله اللي فيها التلقيح وتطلع. من وانت عندك كام سنه وانت بتطلعي النخل؟ انا من يعني تحسبيها من انا وعشر سنين انا طلعت النخل. انت عندك كام سنه يا ست منى؟ لا 40 سنه. صغيرة؟ ايوه. ما احنا من انا وصغيره يعني كنت اطلع النخل، كنت اطلع بالجرجر اخده على كده وكنت احطه على كتفي وانزل بيه بس لغايه ما تنزل من فوق الكتف ده يولع نار. بس لما اخترعنا حكايه الحبل هو اللي سهل معانا احنا وقاعدين فوق. دي العده بتاعتك؟ ايوه. ده المطلع وده الحبل ده بيتفرد على طول النخل. والمنجل اللي بتلمي ده؟ المنجل ده اللي بنعمل بيها بنقطع بيها وكل حاجه. لما الناس شافتك وانت واحده ست وهتلبسي البنطلون وتطلعي النخل واحنا في الصعيد ما قالوش الست دي بتعمل ايه؟ لا 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 انا ما بيش بتكسب الشغل مش عيب. لا طبعا. لا هو الواحده طول ما بتعرق وتشقى مش عيب. انا مع نفسي ما حدش لي صالح بقى. انت مع نفسك؟ ايوه. ما حدش. انت مش متجوزه يا منى؟ لا. عشان كده مع نفسك؟ لا مع نفسي. وحتى متجوزه مش هخليه اقول له يلا مع السلامه. لا ما تشغليش في الموضوع ده. بس انت بتاخدي بالك من ست والدتك؟ انا سمعت عنها. هي ام جنب رحمه. وعندك اخوات؟ ايوه. ما اختي معاها واحده جوزها متوفي 5 وهي السادسه. 6 وفر. انا وامي 8 وفر. ما انا في العيش. المواسم في موسم اصعب من موسم؟ يعني موسم يجي فيه فلوس كويسه؟ لا يبقى هو في البلح الرطب موسم مثلا اشتريت النخله مثلا خدتها ب 500 تطلع لك ب 1500 1000 سوي. انت بتاخدي فلوسك على النخله ولا لا انا مثلا خدت النخله ابيع البلح يعني مثلا خدنا النخله بالنص مثلا صاحب النخله ياخد نص المحصول وانت تاخدي نص المحصول؟ ايوه بالنص يعني هو جرجر انا جرجر. ماشي. ونتعايش عدل ربنا. النخلة جابت حلو يبقى الخير يعم على الجميع. أيوة. ما هو بيعم على الكل مش هقول لك ما يعم.
والموضوع فيه خير يعني ماشي ما هي ماشية هقول لك الدنيا ما هي ماشية بتتعدى يوم كده ويوم كده وتتعدى صحيح كله بيعدي ايوه كله بتعدي كنت قلتي لي على حاجة كده ما صدقتش وداني وانت بتقولي هل النخلة وقعت بيكي وانت وقعتي ايوه وقعت ازاي انا بقول لك هي نخلة يعني ما تجيش متر ونص بقول لامي انا يما كل اللي هتقسم له بلحة هندهم ماشي بدوب جبحت من الناحية دي والناحية دي وناحية الوش ودوب حلفت ولفيت وطقت بقيت في الارض النخلة نفسها كلها وقعت بها اما طبعا انا مش معايا حد بلا مغزى المنطلون ده كله اتشرد وهنا اتفتحت وده كله الوش ده نيل وكدمات وخذوا لي المستشفى بس قال لي كدمات وكويس يعني ما فيش وجات سليمة طب في مخاطر تانية في النخل ده؟ لا هو ده فوق انا وطالعة مرة نص النخلة الثعبان انا طالعة وهو جاي علي ايه الثعبان؟ قلت له بوس واتكلمني ولا كلمة ولا اعرفكش لا ده هو نزل نزل كده يمشي 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 ونزل على خلقه وشفته نزل عليكي؟ ايوه وشفته ابي هعمل له طب ما اقدرش ارمي نفسي من فوق النخلة اكيد مين علمك ان في وجود كائن زي ده تقعدي ثابتة مش تتحركي ولا تروشيه؟ لا انا ما كلمتهوش قلت له ولا تأذيني ولا أذيه هو نزل وانا كملت نخلتي جمحتها ونزلت بس لا كملتي نخلتك كمان ايوه جمحتها كمان بعد ما يقدر على القدرة بعد كده نزلت وقعدت بعد ما خلصت الجسم قاعد ينضغ انت كلمتيني وانت بتكلميني عن الست والدتك لقيت وشك كده ابتسم وقلتي لي امي قاعده في في الحته دي ايوه هي امي قاعده هتاخديني تعرفيني عليها ايوه ده هجيبها لك لا قبلها عايزاكي توريني بتطلعي النخله ازاي خلاص انا وبعدين بلد. نروح نشوف بقى ست والدتك واخواتك وعيشتك وكل انت حاجه انت اللي عايزاه انا هطلعه لك انت قلعتي الشبشب يا استمونة ايوه مقلة لازم اسهل لك تمسكي تعفقي أيوة. في النخلة جامد ايوه ما بينفعش تلبسي الشبشب وانت طالعة النخلة سمي يا استمونة سمي النخلة دي بقى متألمة ياس ده اسمه ايه الحتة دي انت وريتيهاني قلتي لي اسمها اسم غريب كده إيه اللي ده ليفة دي لا الليف اللي في ايدي ده الليفة وكرنافة دي كرنافة ايوه دي دي اللي هي بتتشال من ده في أيوة ناس بيطلعوا منها خشب دلوقتي ايوه هي اللي بتتشال وده الليف بس ده مش الليف العادي الابيض اللي احنا نعرفه بس انا هنجيب لك ليفه احنا صوت دي ليفه بلدي ايوه ليفه زي زمان ده دي الليفه فرنجيه اللي بتتكلم عليه ماسكه كويس ايوه ماسك تشغلي يعني لو نخله قصيره زي دي تطلعيها في دقايق لو طويله بقى تاخدي ساعه وساعه ونص اوعى وشك اوعى وشك حاضر قلي دي ليفه محترمه دي هو الليف جاتلي منافي ايوه ودي طروها الحاجه بقى اللي بتعمل الليف ها ايوه اوعى الجريد انا حاضر اعملي دهيت وبعدين خديني بقى انزلي من النخلة انا عايزة اتعرف بقى على ست والدتك ماشي حاضر النخلة هي الشجرة الأقرب للإنسان شاركته نومه وأكله وشربه وحمومه ضللت على ستنا مريم وأكلتها والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا عمتكم النخل تخيل قال عمتكم ولو أنت تعرف النخل كويس هتعرف أنه بيبص على السماء بقلبه وقلبه رقيق رقيق جدا عكس كل اللي بيحاوطه من جريد وشوك وكمان النخل بيعلم اللي بيحبه الكبرياء والشموخ حتى في عز الألم وفي كل سنة في أغسطس بيبتدي موسم جني البلح موسم الخير والرزق والموسم اللي بيكمل المزارعين اهتمامهم بالشجرة الجديدة اللي لسه ما طرحتش عشان تلحق النخل القديم في الموسم اللي جاي لكن الأكيد إن النخل من طيبته وحبه للحياة بيفضل يدينا خير ويضلل علينا العمر كله
ست بتعة. نعم. ازيك يا ست بتعة؟ اهلا مرحبا. منى قالت لي الست والدتي عايشه في الحته دي وهي بتتكلم عنك والله العظيم وشها نور. الحمد لله. بتحب؟ ايه انا بنحب كل واحد اللي يجي مرحبا. لا بس الناس بتحب امهاتها اكتر. انا ما فيش حد احبه عن امي. واحنا كمان الحلو كله معانا اللي يعدلها له كله عسل كمان. طيب انتوا عايشين في المكان ده ولا ده بتيجوا تشتغلوا فيه بس وبعد كده بتروحوا اخر النهار؟ لا احنا بنجي الصبح ونمشي مع المغرب. وليكوا بيت يا ست بتعة بتناموا فيه؟ ايوه اوضه واحده. ايوه انت اوضه ولا حتى سرير ما فيها ما نفرشوا ننام كده كده تفرشوا وتنام معانا ربنا. لا اللي ربنا معاه ما يحوجوش لحد. ايوه الحمد لله. ست بتعة لما جوزك سابك كنت بتعرفي تعملي الخوص والحبل ده ولا اتعلمتيه بعديها؟ لا كنت جنب زي ناس يعني زي حالاتك اتلفت واقول لك بدل ما حقعد مين حديني مصاري؟ ما معيش مصاري. حتى وانت متجوزه؟ ايوه حتى انا كنت متجوزه كنت اطول ولما جه طلقني شلت همي وهم ربنا. بعد توكلهم ولما دي جوزها ميت انا ودي نكد ونعمل ونبعد. طب هو ما خافش ست لوحدها بثلاث بنات في الصعيد يعملوا ايه؟ يعني كان ممكن يعني ما تزعليش مني كان ممكن تمدوا ايدكم يعني. لا انا من عمرنا ما نشهد انا عارفه ان كج بيدنا بس ما نشهد. صح؟ اه نجيب من عرق يدينا بس ما نشهد. انا والبنات عمرنا ما نمد ايدنا حتى في الليل حتى في الليل عارفه ان سرير جرباها جرباها على جرباها وحتى لا البنيهم. انا مش فاهمه يعني ايه جرباها؟ هو الصبايا دي هي اللي بنعمل بيها الصبايا. اه الصبايا النخل ده هي اللي بنسيرها بنعملها مكان. اه وهي اللي بنتعايش عليها. والخوص ده برضه شفت الجريده اللي نزلناها ده بيتخرط وتفصل يتنشف وتفصل. يعني انت كل حياتك مرتبطه بالنخل؟ ايوه ما كل حاجه ما شغلنا مني انا فيه. انت عندك كام سنه؟ انا زي ما تقولي زي ما اقول. ايوه والايد دي اللي شغاله طول عمرها الحمد لله. دي الايد اللي يحبها ربنا. ايوه الحمد لله ان شاء الله بس البني ادمين تفهم. الحمد لله معانا ربنا ويهدى علينا وعليكم ويكفيكم شر النصايب. ما تقلقيش عليها لما تطلع النخله كده وتبقى وانت تعلمي بيا امي ده انا ام ده انا ام تعلميش بيا. بقول لك ايه يا منى؟ تفتكري لما ابوكي سابك واتجوز عليكوا عشان ما جابتش امك ولد هو ده اللي خلاكي تشتغلي الشغلانات بتاعت الرجاله دي عشان تثبتي ان انت زيك زي الرجاله ومفيش فرق؟ لا هو مش عادي انا ما بتفرقش معايا الواد زي الراجل. طب البت احسن من 100 واحد. يقول لك بت صبيه ولا وادها فيه. صح. ايه الواد يعني؟ الواد طب ايه اخرته نهايته؟ ايه ممكن ده انتوا عندكم مثل صعيدي بيقول ولد ومات ولا خلفت البنات. عمرك سمعتي المثل ده؟ لا هو فيه وفيه. مش كل واحد مش كل انا عندي البنت كما التراب اللي يحبط ب 100 واحد طبعا الحمد لله طبعا اللي ادوهوني ربنا رضيت بيه. لا البنات بتقف مع اهلها كده في ايه؟ ايوه طب ما انت ادولك البنت بتوقف زي الواد يعني بتوقف يعني مثلا في شغل اي حاجه مش مهندسه في كل حاجه يعني الواد على الاقل مش بيلقى له معيشه قدام يعني البنات يعني ممكن تتعلم اي حاجه. انتوا عندكم كلاب بتربوهم بتاكلوهم ايه؟ لا بجيب لهم عيش يا شيخ بشتري لهم عيش مصري يعني كل يوم برزق. بس انت بتحبيهم يا منى بيمشوا وراكي ويروحوا؟ ايوه ما هم بيجوا ورايا اول ما اجي من البلد بيتلقوني من اول الجهاز بيمشوا وراكي. ايوه يقولوها ست نجاح يقولوا ست نجاح. ايوه بقول لك ايه احنا لما بنيجي نزور ناس ونسجل معاهم فنان زميلنا بيعمل لهم صوره علشان تفتكرينا بيها. ايوه ما عمل صوره عمل صوره هو جاب اهي شكرا يا عبد الله. اهي يا ست منى. ايوه هو عبد الله عمل لك الصوره الملونه الجميله. ايوه دي. وانا كله وانت كلك. ايوه حباها؟ لا حباها جميل. طيب احنا يعني متشكرين جدا جدا جدا. وريها كده في الكاميرا يا منى. اهي ايوه اهي اهي اهي. النخل عالي واللي غاوي شب والرزق باب مفتوح للي بيسعى له. هتحب غيرك قد ما هتحب هتلاقي حبك ليه باين في أفعالك.
الخير يا ولدي خزينة ما بتفضاش، ربك كريم لا بينقطع مدد، ترضى بقليلة ولا ما ترضاش، البركة في اللي معاك أهم من عدد، متقسمة منابات ولا نقصة ولا زايدة، على قد ظهرك تبقى ليك شير، ومفيش تعب بيروح بدون فايدة، والرزق زي الموت لا شفاعة ولا حيلة.